طبعا عندنا في مصر الحمام مليان حاجات، بيبقى فيه غسالة احيانا، بيبقى فيه شفاط، بيبقى فيه مراية، في طبعا التوث بيست والتوث براش. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله بنتكلم على الحاجات اللي موجودة في اي حمام عندك في البيت باللغة الانجليزية، ازاي تنطقهم صح، وازاي تتكلم عن your washroom. وده درس رقم 24 من كورس النطق. انا جيمي وتتفرج على قناة الانجليش ميكس. Welcome back. طبعا قبل ما اتكلم عن الحاجات اللي موجودة في اي حمام، عايزك يكون معاك ورقة وقلم، وكل كلمة انطقها ان شاء الله عايزك تقرأ ورايا وتحاول تكتب الكلمة عندك عشان تتعلم صح من فيديو هو. كلمة حمام يعني حمام اللي هو بيسميه washroom، washroom or bathroom، not bath، bathroom، bathroom، washroom، 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 bathroom، bathroom. طبعا اول ما تخش حمام مليان حاجات كتير جدا. اول حاجه عندنا في الحمام اللي هو بيسميه توايلت، توايلت. طبعا انتوا عارفين توايلت يعني ايه، توايلت، توايلت. في نوع تاني من التواليت ده قديم جدا بيسموه اللي هو سكوات، سكوات. ده نوع قديم بقى اللي هو ايه، بيسموه الاولد فاشن سكوات، سكوات. كل طبعا سكوات او توايلت في حاجه بيسموها ايه اللي هو الشطاف، بيسموه بيداي، بيداي، بيداي اللي هو ايه، اللي هو شطاف، بيداي، بيداي. طبعا بقى بنخش حمام من جوه، طبعا حمام مليان حاجات كتير. اول حاجه بنشوفها في الحمام طبعا اللي بيسموها كابينت، كابينت، كابينت. كابينت اللي هو يعني ايه، يعني نظام كده، يعني كان بتحط فيها حاجاتك كلها، كابينت، كابينت. طبعا الحمام بيبقى فيه حاجه بيسموها لايك باث روم توب، 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 توب. يعني ممكن تقعد فيه كده وايه، وبتاخد دش وبتاع، وتعمل يعني تاخد يعني ايه باث وبتاع، توب، توب. طب طبعا في اللي هو الشاور، لو انت مش عايز تقعد في الطب عايز تقعد شاور بتاع، ده بيسموه شاور، الشاور. طبعا في حنفيه جوه، حنفيه يعني ايه، تاب، 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 تاب. طبعا قبل الحنفيه بيبقى طبعا موجود طبعا اللي هو ايه، توث براش، توث براش، عشان يعني بصراحه عشان توث براش. طبعا الحاجه اللي تحطها على التوث براش بيسموها توث بيست، المعجون بتاع السنان، توث بيست، توث بيست. طبعا بقى لو انت عندك هيك كتير وعايز طبعا بعد تغسل شعرك عايز طبعا ايه تنشفه، هير دراير، هير دراير، هير دراير، هير دراير. طبعا بقى لما تخش تاخد دش طبعا عايز تستخدم حاجه اسمها شامبو، شامبو، شامبو. طبعا في حاجه بيسموها سوب، سوب اللي هو الصابون، نوت سوب، 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 سوب. طبعا ده اللي هو الكونديشنر، بعد ما تخلص حمى كده وبتاع وعايز ايه تلطف وتنعم جسمك وبتاع، استخدم ايه، كونديشنر، كونديشنر. طبعا ده يسموه البادي واش، بادي واش هو زي نظام كده الشامبو بتغسل في جسمك، هو مش الشعر هو الجسم بس، بادي واش، بادي واش، بادي واش. طبعا بقى في طبعا في موجود حاجه كده زي طبعا ايه البارفيوم اللي هو البارفيوم بتاعك، بارفيوم اور كولون، بارفيوم، كولون، بارفيوم، كولون. طبعا في حوض الحمام بتحط كده طبعا تاخد دش، وطبعا بيطلع من قلب الدش، مش عايز طبعا ايه تخلي الميه تضرب المكان كله، يبقى موجود عندك حاجه بيسموها باث مات، باث مات. لا طبعا نظام سجاز واي كده، باث مات، باث مات. وطبعا بعد كده طبعا بقى في الدش يبقى حواليه كده ايه زي نظام يعني ايه حاجه كده مغطيه الدش عشان ايه ما تترطش، كمان بيسموها اللي هو شاور كيرتنز، شاور كيرتنز، كيرتنز، كيرتنز. طبعا بعد ما تخلص بقى حمام عايز بقى يعني ايه تنشف جسمك بالايه، بالفوطه بتاع، فوطه يعني ايه، تاول، 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 تاول. طبعا بقى عايز ايه تشرح شعرك وبتاع يعني بتستخدم ايه، كوم، 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 او اللي هو بيسموه هير براش، هير براش، هير براش. طبعا بقى بعد ما تنشف جسمك بالفوطه بتاع عايز تنضف بقى ودنك وكده، بتستخدم حاجه بيسموها كوتن سواب، كوتن سواب، حاجه تحطها في عشان تنضف ودنك كده، كوتن سواب، كوتن سواب. طبعا لو انت عايز بقى يعني ايه يعني تحلق وبتاع، بيستخدم اللي هو بيسموه ريزر، ريزر عشان تحلق وبتاع، ريزر، ريزر. وطبعا بعد كده بقى عايز بقى يعني ايه عشان طبعا تخلي مثلا تصلح حمرا حاجه، بقى في عندنا في الحمام طبعا تيشوز، 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 انه عايز تنضف مثلا بعد بعد يعني ايه مخاوي كده، تيشوز، تيشوز. طبعا في طبعا اللي هو بيسموه توالي بيبر،
توالت بيبر وانت طبعا عايز تستخدم الحمام وكده سب توالت بيبر توالت بيبر توالت بيبر. وكده يعتبر ديت الحاجات الاساسيه اللي موجوده في اي واش روم في اي مكان. دي الحاجات الاساسيه دايما تشوفها في اي واش روم. وكده عايز متعلمنا قبل كده عشان تعلم صح من الفيديو لازم تستخدم الكلمات ديت عشان تعمل جمل عشان تتكلم عن الحمام بتاعك. انا على سبيل المثال لو اتكلم عن ماي واش روم اقول ايه؟ In my washroom I have a huge bathtub. I have a huge bathtub and I have a lot of different cream and lotion, shampoo and conditioner. Also there is a very nice bath mat on the floor. There is a nice bath mat. Also I have a toilet and this toilet has a bidet. And also there is a huge mirror where and also lots of different towels. I also have some cotton swab so to clean my ears, etc. So my washroom has lots and lots of different stuff. ديت الطريقة الصح المستخدمة عشان تتكلم بيها عن الحاجات اللي موجودة في أي washroom. فلو حد بقى سألك بعد كده إيه what's your washroom like or tell me something about your washroom بعد كده عندك كلمات كده الطريقة الصح برضك حاول تستخدم الكلمات في جمل. وكده بقى يعتبر الدرس بتاع النهاردة. الدرس لو عجبك so much win so much win. الدرس لو عجبك اعمل لايك واعمل شير لكل اصحابك اللي بيحبوا اللغه الانجليزيه عشان الكل يستفاد. Thank you so much for watching. ما تنساش تزورنا على قناه اليوتيوب English Mix عشان تشوف كل دروس بعدتك وتشوف الجيل ان شاء الله عندنا ان شاء الله. Thank you so much for watching and enjoy the video and see you next time.